رجعنا مره تانية لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في الكلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي. مساء الخير عليك ومنورنا اكيد في مكانك في قناه النادي الاهلي. مساء النور يا شيماء، اخبارك ايه؟ كله تمام، كله زي الفل. طيب خلينا النهارده نتكلم اكيد عن النادي الاهلي وعن الكثير في النادي الاهلي. خلينا الاول نبتدي بالمباراه الاخيره للنادي الاهلي، شفتها ازاي وتوقعاتك كمان للمباراه القادمه؟ نبتدي الاول بالمصري البورسعيدي. يعني اعتقد ان الاهلي قدر ياخد اللي هو عايزه من مباراه المصري البورسعيدي. الاهلي دلوقتي بيدور على البطوله، بس تفكيره مباراه بمباراه علشان يرفع كمان الضغوط عن لعيبته. اعتقد انه النتيجه اللي اتحققت هي افضل نتيجه، انت ما زلت بتكسب، ما زلت بتوصل مشوارك، بتضغط على كل الخصوم اللي موجودين معاك او المنافسين في جدول الترتيب. اعتقد كمان انه الفتره الجايه هيتم التعامل بنفس المنطلق مع باقي المباريات. صحيح، عندنا 7 مباريات متبقيه للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، والحسبه طبعا بسيطه جدا. النادي الاهلي يفوز ب3 نقاط من كل مباراه، ده معناه ان احنا نحسم اللقب ال41 في تاريخ النادي الاهلي. كل مباراه هي مباراه في حد ذاتها بطوله، مباراه كؤوس زي ما بيقولوا. بالتاكيد، يعني اعتقد كمان انه فكره تصدير ضغوط زياده على اللعيبه او الفريق هي ما تكونش ناجحه في مرحله زي دي، لانه انت عندك 7 ماتشات 21 نقطه، ال 21 نقطه دول يحسموا لك بطوله الدوري. عندك المنافسين بتوعك مش محتاج ان انت تبص لنتائجهم، انت محتاج بس تكسب كل مباراه. عندك المباراه اللي جايه طلائع الجيش، هتتعامل معاها برده بنفس الطريقه اللي تعاملت بيها مع مباراه المصري البورسعيدي السابقه، تكسب 3 نقط تكمل تبص على باقي مبارياتك، لانه كمان لجنه المسابقات ما حددتش 4 مباريات للاهلي حتى الان، انتظارا يعني للي هيحصل الفتره اللي جايه مع استضافه كاس الامم الافريقيه ومع المشاركات الافريقيه للانديه كمان الاخرى، يعني الزمالك في الكونفدراليه. اعتقد انه الفتره الجايه اعصاب الاهلي اهدى بكتير، تركيز بس على بطوله الدوري وهي الهدف. واعتقد كمان انه كابتن محمود الخطيب في الجلسه الاخيره مع الجهاز الفني ومع اللاعبين هو رفع اثر كبير. بالظبط، هو ده الاهم. يعني انا مش خرجت من بطوله افريقيا، لكن في نفس الوقت ما اقدرش ان انا اضغط على اللعيبه او كمان احطهم تحت ضغوط كبيره ان انا ممكن افرط في بطوله تانية. انا اللي يهمني ان انا ادور على يعني فرحه الجماهير بتاعتي السنه دي، والبطوله الاهم للنادي الاهلي السنه دي هتكون بطوله الدوري. طيب خلينا نتكلم عن لقاء المصري بورسعيدي في البدايه. اللقاء ده بغض النظر عن ال3 نقاط اللي حصل عليهم النادي الاهلي من اللقاء، لكن شفنا النادي الاهلي او لعبة النادي الاهلي في مستوى فني كويس جدا. اعتقد ان المستوى الفني من بعد مباراه سان داونز في الاياب هنا وفوز الاهلي بهدف نظيف، المستوى الفني في ارتفاع. كمان ممكن تكون بعض الغيابات بتاثر شويه في خط الوسط، حراسه المرمى كان فيها تغيير، انه الشناوي كان موقوف لانذار، لعب علي لطفي ادى بشكل جيد جدا، شريف اكرامي مصاب هيرجع الفتره اللي جايه، بنشوف ان وليد سليمان كمان راجع الفتره اللي جايه. فاعتقد ان عوده المصابين هتفرق كتير مع فريق النادي الاهلي، لكن المستوى الفني في ارتفاع. يعني من بعد مباراه سان داونز في الاياب هنا في برج العرب والمستوى في ارتفاع، بتقدر تحقق مكاسب. انت الاهم ان انت ترجع للانتصارات، علشان الفوز بيجيب فوز، ما تبقاش وقفت عند مرحله انه في دروب فني فانا مكمل فيه، لا انا برجع وبكسب وبكمل المشوار. صحيح. اللقاء القادم للنادي الاهلي هيكون قصاد طلائع الجيش بكره ان شاء الله على استاد المكس الساعه 7:15 مساء. لقاء اكيد هام زي ما قلنا، كل اللقاءات مهمه جدا. طلائع الجيش كان لسه متلقي هزيمه قصاد انفي في الجوله اللي فاتت، وطبعا هو دلوقتي في المركز العاشر او في الترتيب العاشر في الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي في المركز الثاني، لكن طبعا ليه هو الافضليه؟ لان هو لعب لقاءين اقل من بيراميدز. شايف اللقاء ده هيكون قد ايه صعب؟ هو اكيد كل المباريات اللي جايه صعب، ولابد انه الجهاز الفني للاهلي يحسب الحسبه بتاعت ان انا باخد ال3 نقط وافكر في ال3 نقط اللي بعده. صحيح. طلائع الجيش حتى وان كان خسران من امبي في الجوله اللي فاتت، لكن في النهايه طلائع الجيش يهمه انه يكمل الدوري في مركز كويس عشان ما يدخلش في حسابات مع اي فرق ثانيه. طلائع الجيش اقرب للبقاء يعني. لكن في النهايه دايما مباريات طلائع الجيش والاهلي تبقى مباريات صعبه شويه، برده بيبقى فيها. صحيح. في طلائع الجيش على فكره عنده فريق كويس جدا، عنده مجموعه عناصر كويسه، مع جهاز فني برضه مستقر، البلجيكي ايميل لوك موجود معاهم. اعتقد كمان انه يعني حقق بعض النتائج الايجابيه طوال الموسم، لكن في بعض المباريات كان له نتائج سلبيه. اتمنى انه المباراه كمان تكون مستوى الفني اعلى شويه، نشوف فيها كوره، يبتدي لعيبه الاهلي يظهروا قدراتهم ويرجعوا للمستوى او التوب ليفل بتاع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ونشوف النتيجه هتحسم عليه. صحيح. النادي الاهلي طبعا بقى له 7 مباريات، طلائع الجيش بكره، الاسماعيلي، النجوم، انبي سموحه، والمقاولين العرب، والزمالك. بغض النظر او بعيدا عن
الزمالك، شايف اللقاءات دي في المتناول زي ما بيقول عليه؟ مفيش لقاء في المتناول في الدوري السنه دي. شفنا فرق يعني، شفنا بيراميدز بيخسر من الجونه، شفنا بيخسر من الاسماعيلي، شفنا الاسماعيلي بيخسر من وادي دجله في الجوله اللي فاتت. النتائج برده مش بنفس النمط بتاع زمان، ان ممكن نقول والله ده ماتش مضمون، ما بقاش فيه ماتشات مضمونه. هو الاداء في الملعب اللي بيحسم، ظروف المباراه هي اللي بتحسم. اعتقد انه كمان الاهلي السبع ماتشات اللي باقيين واخرهم هتكون مباراه الزمالك، اعتقد ان الاهلي هيكون رايح لمباراه الزمالك ان شاء الله هو مخلص الدوري، يعني الاتجاه بيقول كده دلوقتي. صحيح. طيب لو اتكلمنا كمان عن الفرق اللي هي في منطقه الخطر، وفي فرق كتير جدا في الموسم الحالي ده، برده زي ما احنا شايفين ان في فرق جديده بتدخل في المنافسه، شفنا فرق كمان جديده عليها ان هي تكون محطوطه في منطقه الخطر وتكون مهدده ان هي تنزل او تودع الدوري المصري الممتاز، شايف ده ازاي؟ الصراع الهبوط السنه دي صعب شويه، واعتقد في اسامي فرق كمان كانت قضت فتره طويله في الدوري الممتاز، بغض النظر عن فريق النجوم اللي هو متزايل الترتيب دلوقتي وبيلعب مع الاتحاد السكندري دلوقتي في اسكندريه. ام بي كمان جديده عليه دي جدا. اعتقد انه ام بي في الفتره الاخيره ما كانش فيه استقرار فني بشكل كبير، تم يعني حصل تغيير في عدد كبير من المدربين في اخر سنتين، نوعيه اللعيبه نفسها اختلفت. اعتقد كمان انه دلوقتي احنا بنتكلم جدول من تحت النجوم الداخليه. هل انتقال فتحي حمدي من ان بي للنادي الاهلي اثر عليهم؟ يعني ما اعتقدش انه في لعيب بيأثر على فرقه، ما فيش فرقه بتقف على لعيب واحد. حمدي لكن فتحي من اللعيبه. لا بس ازاي لو بصينا على ريال مدريد وكريستيانو رونالدو؟ لا في فرق بتقع لعيبه معينه. مش دايما، انا مش من انصار المقوله دي، ولا شايف ان في فريق ممكن يقع علشان لعيب واحد. هي الفكره كلها ان انت شايف ان المفروض ان يكون في دايما بدايل. انت منظومتك فيها كام لعيب؟ انت مثلا عندك 30 لعيب او 25 لعيب، لابد ان يكونوا مستوياتهم حتى متقاربه من بعض علشان لما يكون في حد غايب البديل بتاعه يكون على نفس المستوى. صحيح. اعتقد ان مشكله ريال مدريد ان هو ما جهزش بديل رونالدو، هي دي المشكله. يعني الغلطه من عند ريال مدريد، مش انه رونالدو هو الفظيع اللي من غيره الدنيا هتقع، لا، هي الفكره كلها انه فلورنتينو بيريز في ريال مدريد اعتمد على ان رونالدو موجود ومش هيمشي، زي ما قبل كده كان معتمد على انه زيدان موجود ومش هيمشي. زيدان سابه ورونالدو سابه، ففجاه حصل رجع زيدان لسه ما رجعش رونالدو. فاعتقد لا، انه حمدي فتحي لعيب كويس جدا من مستقبل خط الوسط في النادي الاهلي. انتقاله من امبي للاهلي ما اعتقدش انه يعمل الدروب الكبير ده، لكن هي الفكره كلها انا شايف انه ما كانش في استقرار فني في امبي اخر سنتين، لان كمان منظومه الكوره عمرها ما بتمشي يعني موسم بموسم، لا، انت بيبقى عندك خطه وعندك بلان وعندك فلسفه للكوره في النادي بتاعك، المفروض ان انت بتمشي عليها فترات طويله وسنين طويله. صحيح. يعني علي ماهر اللي عمل طفره كمان في سموحه، راح امبي ولم يقدم المرجو منه او المطلوب منه. مش دايما ادواتك بتساعدك، يعني ممكن يكون لما كان مع الاسيوطي في الموسم اللي عمله مع الاسيوطي كان كويس، قدم كره كويسه مع الاسيوطي. بعد كده راح سموحه، في سموحه قدم كره كويسه لكن برضو ما وفقش في النهايه. بعد كده هو في ام بي الادوات نفسها مختلفه، اللعيبه مختلفه، طريقه الاداره مختلفه، يعني الوضع دايما وضع العام للفريق والنظام وسياسه ادارته بتفرق كتير جدا مع المدير الفني، زي ما شفنا مورينيو ممكن ينجح مع ريال مدريد جدا، لكن لما يروح مانشستر يونايتد ما يقدرش ان هو يدير منظومه مانشستر يونايتد ولا يسيطر على لعيبه مانشستر يونايتد بالشكل اللي ينجحه، فالنتيجه كانت انه يمشي. ولذلك مورينيو قبل ما يمشي كان طالب انه ماريو برانكو التكنيكال دايركتور لنادي يونايتد، لان ده من ادواته اللي هتساعده، هي هنا الادوات اللي بتفرق. فاعتقد انه علي ماهر هي نفس المشكله، انه ادواته اللي كانت موجوده معاه سواء كان في فتره ما كان في الاسيوطي او فتره سموحه كانت مختلفه عن الادوات اللي موجوده معاه في امبي. صحيح. طيب عايزين نقول بس خبر عاجل جالنا دلوقتي، ناشئين يد النادي الاهلي مواليد 2000 فازوا بكاس مصر بعد ما فازوا على نادي الشمس باشواطهم 17-18. طيب نرجع نتكلم تاني عن الدوري المصري الممتاز، وشفت مين المفاجاه في الموسم الحالي؟ خلينا نقول ان المفاجاه في الموسم الحالي فريقين. بالنسبه لي الجونه بيقدم تجربه كويسه جدا. صحيح. تجربه استثمار رياضي شكلها مختلف تماما، عنده فكره انه الجونه بيجيب شركه متخصصه بتدير نشاط الكوره، فبتقدم الموسم ده شكل هايل. ده بالنسبه لي مفاجاه جيده. وادي دجله كمان بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا، انه يجيب مدرب متطور زي تاكيس جونياس مدرب اليوناني يقدر يطبق الفلسفه اللي بيطبقها بلعب الكوره الحديثه المتطوره زي بيب جوارديولا، بناء الهجمه من الخلف على الارض،
الارض ونقدر يمرن اللعيبه في مصر على ده وان هم يستوعبوا فكره ويقدر يصحح الاخطاء ويوصل لانه قاعد في الدوري او بيكمل قرب انه يقعد في الدوري. فده طبعا انجاز وكانت مفاجاه لانه كمان تغيير سيستم فرقه وتوحيد سيستم اللعب بالشكل ده مش حاجه سهله. صحيح. طيب خليني اسالك برضو عن الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، شفت طلع علينا لعيبه مختلفه او لعيبه يعني انت شايف ان هم مفاجاه في الموسم الحالي؟ يعني ما اعتقدش ان في لعيبه كتير مفاجاه في الموسم الحالي. يمكن الاجانب في بعض الانديه سواء اهلي زمالك بيراميدز اسماعيلي بدا يبقى فيه بعض الاجانب مستوياتهم اعلى من الاجانب اللي كنا بنشوفهم قبل كده. يعني كان زمان الاهلي بس اللي بيجيب اجانب اقوياء، دلوقتي بدا الاهلي والزمالك بقى فيه وبقى بيراميدز عنده. صحيح. فبدات نوعيه اللعيبه الاجانب الكواليتي اختلف، لكن لو اتكلمنا على اللعيبه المصريين المحليين حتى طريقه المنتخب نفسها ما بقتش تطلع لعيبه جديده. يعني ما زلنا برده يعني ما فيش لاعب لفت نظرك في الموسم الحالي من دوري مصري ممتاز قلت لا ده مش مكانه في الايجيبشن ليج، مكانه في مكان تاني؟ اعتقد في لعيبه لا نقدر نقول ان هم عندهم اداء كويس وواعدين وبروميسنج بالنسبه ان هم يلعبوا في اوروبا، زي احمد حمدي المعار من الاهلي للجونه. صحيح. في باهر المحمدي في الاسماعيلي باك يمين النادي الاسماعيلي لعيب كويس، مع بعض التطوير في ادائه هيكون له مستقبل كويس في الكوره. في محمد صادق في الاسماعيلي، عمار اعتقد عمار حمدي في الاتحاد السكندري فعلا لعيب هايل مقدم سيزون هايل جدا. صحيح. وكمان يعني اللي اختاره لانه ينضم للنادي الاهلي من نادي النصر ده كان يعني صاحب عين خبيره انه يقدر يجيب لعيب في سن صغير زي ده، وفي الاغلب هيرجع تاني ان شاء الله اكيد الاهلي بعد اعاره. بالظبط، يعني هو معار والاهلي اكيد هيستفيد منه. برضو احمد ياسر ريان في الجونه بيأدي اداء كويس وهداف، اعتقد هيكون هداف النادي الاهلي في فتره من الفترات. صحيح. خلينا نتكلم عن ملف التحكيم سريعا. يعني يمكن من شهر سبتمبر اللي فات والنادي الاهلي بيطالب بتطبيق تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز تجنبا لاخطاء الحكام الكارثيه اللي اكيد اثرت علينا وعلى كل الفرق في الدوري المصري الممتاز. ابتدينا بقى نسمع حاجات كتير من مسؤولين اتحاد الكوره، الاول الموضوع صعب ان هو يطبق، لا الموضوع هيطبق من النص الثاني في الموسم الحالي، لا الموضوع هيطبق من الموسم القادم، لا احنا ما عندناش اصلا الامكانيات او ما عندناش الملاعب اللي هي تسمح ان احنا نطبق فيها تقنيه الفار، وبالتالي مش هينفع ان احنا نطبقها في ملاعب وملاعب ثانيه، لا لان ده مش هي يعني في الاخر مش هيكون في تكافؤ للفرص ما بين الانديه في الدوري المصري الممتاز. أزمة الفار بقى والتحكيم في مصر شايفها ازاي؟ لا يعني خليني ارجع افكرك ان احنا قعدنا على نفس الترابيزه دي وفي انترفيو سابق قلت لك لما بيقولوا احنا هنطبق الفار قلت لك مستحيل. مستحيل لا السيزون ده ولا اللي جاي لسبب. انت تطبيق الفار له خطوات، الخطوات دي اولها ان انت بتعمل خطه وبتبعتها للاتحاد الدولي، وبعدين تبعت تشتري الاجهزه تحت اشراف في الايفاب، وبعد كده تعمل تجربه اوفلاين. موضوع كبير قوي، موضوع كبير جدا ومكلف جدا، وبعد التجربه الاوفلاين تاخد اعتماد وتبتدي تطبق بعد كده. قصه اللي يجي يقول لي انا هطبقه بكره الصبح. عمر فاكر التلفزيون الصغير اللي كنا حاطينه؟ لا لا طبعا ده كلام فارغ، يعني ده كلام فارغ وبيضحك الناس علينا. يعني لما الصور دي بتتنقل اوروبا الناس بتضحك علينا. خلينا نقول انه الناس بتجتهد في حدود امكانياتها، لكن لو انا مش هقدر اطلع حاجه كويسه على مستوى اسم الكوره المصريه واتحاد الكوره المصري وانديه مصر ما ينفعش اعملها. النقطه الاهم انه ما تضحكش عليا وتقول لي انا هطبق الفار. هطبق الفار في تكلفه كبيره، انت تقول لي الاول عندك موارد او عندك التكلفه هتدفعها منين؟ صحيح. وقلت طب الانديه تشارك، الانديه ما قالتش لا. اوكي بس انت هتطبق امتى الموضوع؟ بس هل مثلا كل الانديه تقدر ان هي تشارك بمبالغ متساويه؟ اكيد لا برضو. لا طبعا، ما انت هتيجي على انديه ما عندهاش الدخل الكافي ان هي تديك فلوس تعمل الفار ده. انت اصلا ما عندكش دوري محترفين عشان تبقى عارف النادي ده بيصرف قد ايه وبيكسب قد ايه. صح. ما هو لو في دوري محترفين متطبق هنا وقانون اللعب المالي النظيف بيتطبق هنا بحذافيره زي اوروبا، في انديه مش هتعرف تشتري لعيبه، وفي انديه عملت تعاقدات بمبالغ ضخمه جدا ما قالتش مصدر فلوس ده ايه. فلابد انه طالما انت عندك نادي، نادي زيه زي اي شركه، لابد انك تقول انا ميزانيتي قد كده، هصرف قد كده السنه دي، كسبت قد كده، عندي ديون او هقدر اسدد او الكلام ده. لكن انا ما عنديش ده اصلا، فانت ازاي اصلا هتطلب تبرعات من الانديه او ان هم يشاركوا معاك؟ انت اصلا مش محدد انت عايز تطبق الفار ولا لا. صحيح. لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه تقول ان الفار هيتطبق في مصر. طيب يعني بعد ما الدنيا نامت على الفار ابتدينا نستعين بحكام اجانب بطريقه مكثفه جدا، واللي اخذناه من الحكام الاجانب انذارات كتير بس. بندفع 25,000 دولار في حكم اجنبي، بيجي لناش طبعا كمان حكم من النخبه او من الصفوه في التحكيم الاوروبي، بيجي لنا حكام عاديين جدا ما يستاهلوش ابدا 25,000 دولار، مبلغ مبالغ فيه اكيد بالنسبه لاستخدام حكام، وفي الاخر كل اللي بناخده يعني انذارات بالجمله.
انا اعتقد ان مستوى التحكيم السنه دي سيء جدا، التحكيم الاجنبي مش المصري. الحكام المصريين مستوياتهم كويسه، اخطاء في اخطاء وده طبيعي، لكن في النهايه انا شايف ان الحكام الاجانب اللي يعني تم استقدامهم لاداره بعض مباريات الدوري المصري او معظم مباريات الدوري المصري السنه دي مش هم الحكام صحيح. اللي نقدر نقول اه ندفع لهم 25000 دولار عشان يجي يحكم مباراه ويمشي. في نفس الوقت بنص مليون جنيه انت ليه بتحبط الحكام المصريين؟ انتوا صدعتونا سنين طويله، ادوا الثقه للحكام المصريين وشفنا كذا مباراه قمه اتحكمت يعني كان فيها تحكيم مصري وعدت وكانت ما فيهاش اي ازمه. طب انت دلوقتي سبت نسيت كلامك اللي فات كله كلجنه حكام، ودلوقتي عمال تجيب في حكام اجانب، والحكام الاجانب دول بيلعبوا على حساب الحكام المصريين. طب الحكم المصري هيتطور امتى؟ مستواه هيرتفع امتى؟ صحيح. هتديله الاحتكاك امتى؟ انت بتناقض نفسك ليه؟ وبعدين ليه حكام اجانب بهذا العدد؟ وليه من شرق اوروبا بس؟ يعني ليه من اوروبا الشرقيه؟ قول لي انت. طب انا اقول لك معلومه عندي انا، اتبعت قبل كده للاتحاد اليوناني لطلب حكام، الاتحاد اليوناني رشح طقم حكام بيحكم دوري ابطال اوروبا، حكام يعني حكام محترمين، طقم حكام محترم من الاتحاد اليوناني. اتحاد الكره هنا ما ردش عليهم وراحوا جايبين طقم حكام تاني خالص في مباراه من المباريات. طب انت اصلا إيه بتتعامل مع يعني الاتحادات الاوروبيه بطريقه مش هي احسن حاجه، وبالتالي هم في وقت من الاوقات هيقول لك لا مش هبعت لك حكام، هتروح تبعت له تقول له انا عايز حكام، يقول لك لا، يقول لك ما انت بعت لي قبل كده قلت لك ابعت لي تيكتس طيران للحكام دول، انا وافقت لك عليهم وانت ما بعتش وما ردتش عليا. فبالتالي طريقه اصلا استقدام الحكام عليها علامات استفهام. لابد ان يتم اعاده النظر في الموضوع. الحكام من شمال افريقيا شايفهم ازاي؟ تجربه ما يعني ما حسيتش بتاثيرها يعني ما كانتش مؤثره، لا انا شايف فرق في المستوى كبير عن الحكام المصريين، ولا شايف ان هم يعني بيضرونا في حاجه ولا بيفيدونا في حاجه. يعني انا شايف ان الحكام المصريين كانوا ممكن يعدوا السيزون ده بشكل يعني ما فيهوش اي ازمه. المشكله في التحكيم المصري او في الحكام المصريين ايه؟ محتاجين دورات تدريبيه اكتر، محتاجين ان هم يتعاملوا بتقنيات افضل، محتاجين امكانيات جوه الملعب، يعني ايه المشكله اللي فيها؟ محتاجين يبقى في احتراف حقيقي في اللعبه في مصر. اذا في حكم محترف شغلته ان هو حكم كره قدم بياخد مرتب مناسب لده، اعتقد ان الوضع هيختلف تماما مع الحكام المصريين. انت عندك الحكم بيشتغل هنا، شفت الاهلي والانتاج الحربي لمس اكتاف اللي كان في الدور الاولاني ده؟ ممكن هزار يعني، ما كانش حقيقه يعني. اكيد ده علشان في حكم بعينه مستوى وحش، يعني في حكم او اتنين في مصر كانوا من الحكام الكويسين دلوقتي مستواهم سيء جدا. اوكي، بس دول اتنين في قله التركيز. اه بالظبط، دول اتنين. لكن اكيد عندك بقيه الحكام، وعندك حكام صغيرين يستحقوا انهم ياخدوا فرصه. طول ما انت بتجيب لهم حكام اجانب مش هياخدوا الفرصه، وهيبقى في حاله احباط عند الحكام. فانا ضد فكره استخدام تحكيم اجنبي، الا لو انا هجيب بقى حكم مصنف فئه اولى في اوروبا يجي يحكم لي ماتش صعب او ماتش له حساسيه. لكن الافراط في تجربه سابقه لما كان رئيس اللجنه اللي هو عصام صيام قبل كده في سنه من السنوات اعتقد 2012 او 2011 بدا يبعت يجيب حكام من اوروبا كتير، حصل مشاكل كتير برضه والموسم اعتقد ما اكتملش. هل تتوقع ان المباريات المتبقيه للاهلي وللزمالك والبيراميدز كلها تقام بحكام اجانب؟ اعتقد ان الاتجاه لكده، يعني لحد دلوقتي الاتجاه لكده، واللي عايز بيبعت ويجيبوا له حكام اجانب. لكن انا شايف ان ده مش بس تكلفه كبيره جدا، يمكن نص مليون جنيه في المباراه الواحده. في النهايه كل نادي بيبحث عن العداله، الاهلي من حقه انه يطلب حكام اجانب، الزمالك من حقه يطلب حكام اجانب، سموحه، دجله، اي نادي من حقه يطلب حكام اجانب. لكن هي الفكره كلها انه اديني مستوى تحكيم بقى احس ان في فرق عن الحكام المصريين. صحيح. بس صحيح. طيب شايف بقى ظاهره البطاقات الصفراء كتير جدا كمان مع وجود حكام اجانب، ده بسبب ايه؟ يعني عندنا مشكله في اللعيبه، الاعتراضات اللي ملهاش اي 30 لازمه اللي بتحصل دي، وما فيش منها يعني. انت هتعترض ما انت مش هتاخد حاجه، يعني هتاخد كارت اصفر هتعترض برده مش هيحط الكارت فجيبه تاني خلاص يعني. شايف اللي بيحصل ده ازاي؟ هو في ممكن يكون في اجواء فيها شحن زايد شويه قبل بعض المباريات، في منافسه شديده السنه دي على المركز الاول وعلى لقب الدوري، ممكن تكون صحيح. بتشد اعصاب بعض اللعيبه. اعتقد انه الموضوع الحكم في النهايه مش هتبقى هوايته انه يطلع كروت ولا حاجه، لكن هو بيحاول يسيطر على المباراه وبيحاول يحمي اللعيبه، فطبيعي انه هيستخدم الانذارات. لكن الفكره كلها حاله الشحن الزياده لازم تخف، لازم الموضوع يعني كله يوضع في نصابه المنطقي والطبيعي، ان دي كره القدم صناعه ترفيه، وانه
عاوزين نحولها لصناعه ويبقى عندنا كره قدم حقيقيه، وانه ما يبقاش في حته الشحن الزياده، واحنا اصلا المستوى الفني بتاع البطوله نفسها صحيح. مش الفظيع يعني. حقيقي. طيب النهارده سمعنا اخبار بتقول ان اتحاد الكوره في الاغلب حدد ميعاد الموسم القادم، موسم 2019-2020، وهيكون في منتصف اغسطس في نص 8. امم افريقيا تخلص يمكن 19/7 بالظبط، 19 يوليو. يمكن ما فيش وقت يعني، اللعيبه اللي هم بيلعبوا في الدوري المصري ممتاز ومنضمين للمنتخب هيخلصوا امتى؟ يبتدوا الموسم الجديد امتى؟ والله انا ما بقتش اصدق اتحاد الكوره، فهم يقولوا اللي يقولوه، وفي النهايه انا ليا اللي هيحصل على ارض الواقع. صحيح. لانه يبقوا خلصوا الموسم اللي احنا فيه الاول وبعد كده كلمونا عن السيزون الجديد. احنا يعني بنشوف في انجلترا، وانا ليا تجربه سابقه مع نادي هال سيتي الانجليزي، كان بيجي لنا جدول بتاع سنه واثنين وثلاثه وعادي ما فيهاش مشكله، يعني جدول معلن ومحدد وما فيش ادنى ازمه في حته تاجيل مباراه او الكلام. صحيح. ده كله حتى لو اتاجلت بتبقى في اضيق الحدود. يعني اعتقد قضيت 5 سنين مع نادي هال سيتي ما افتكرش ان اتاجل ماتش في ال5 سنين دول غير مره واحده او مرتين فعلا. يعني في 5 سنين في 5 مواسم. صحيح. انما هنا احنا اصلا الاربع جولات الباقيين مش متحددين يا جماعه. صحيح. طب بعد كده بيكلمونا عن السيزون الجديد، يعني ما اعتقدش ان هو ما فعلا دي. الموضوع غريب قوي يعني، لو هنخلص او نخلص امم افريقيا يوم 20 هنبتدي يوم 15 الموسم الجديد، في 25 يوم هتلعب فيهم الاربع جولات اللي فاضلين لك لسه، ولا هتاخد فيهم راحه، ولا الانديه هتبتدي ان هي تدي للعيبه راحه، ولا تبتدي تعمل المعسكرات والتجمعات؟ ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه اسمها هخلص ابدا يا جماعه. اللعيبه دي يعني هم زي المكن، حتى المكن بيريح، يعني لازم المكن يريح في المصنع، لازم يرتاح، بالاخص لعيبه النادي الاهلي اللي بقى لهم سنين ما بياخدوش اجازات، مضغوطين طول الوقت. انا افتكر الاهلي من 2005 هو مضغوط، ما شفتلوش سيزون فيه حتى فرصه انه يعمل معسكر اعداد في اوروبا مثلا، لان مفيش وقت. فاعتقد انه لا، يعني لابد ان يعاد النظر في الموضوع. أكيد لازم. لانه اللعيبه بتستهلك بدري. انا ليه عندي لعيب زي حسام عاشور يبطل مثلا؟ لو هنفترض انه حسام ممكن يكون هياخد قرار انه عاوز يبطل بعد سنه او اتنين، طب ليه؟ ممكن كان كمان يكمل اكتر. صحيح. من كده، لكن ضغط المباريات وحسام عاشور عنصر اساسي مثلا طول الوقت، مفيش راحه، بيستهلك لانه مفيش راحه. صحيح. لابد يبقى في استشفاء حتى. صحيح. يعني ادوا الناس فرص. حقيقي. مفيش. حقيقي. طيب سريعا نروح للشغل الشاغل بقى لجمهور الكره المصريه من امبارح للنهارده، سعر التذكره اللي ب 200 جنيه شايفه ازاي؟ اعتقد انه السعر، انا مش حابب اعلق على السعر قوي لانه خلاص اتاخد قرار بس ممكن يتم اعاده النظر فيه. هو خلاص اتاخد قرار باعاده النظر فيه، واعتقد انه كمان هيقل عن كده. واعتقد كمان، اصل خلينا صراحه، حتى لو اتاخد ب 200 الاستاد هيتملي تمام، لكن احنا عايزين كل الجمهور يكون موجود. الناس كلها من حقها انها تروح تشجع منتخب مصر. صحيح. ومن حقها انها تشتري تيكت وتستمتع بالمباراه. جمهور الكره المصريه دول بيقوم طلاب لسه في الثانويه عامه اعدادي، شباب صغير عاوز يروح يتفرج على ماتش يشجع منتخب. صحيح. مصر. فاعتقد ان الناس دي كلها من حقها انها تحضر. أكيد. واعتقد انه هيتم تدارك الامر على طول. استاذ عمر البنوي، نورتني النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي في مكانك. اكيد نورك، سعدت جدا بوجودك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا. ان شاء الله بكره مباراه النادي الاهلي الساعه 7:15 على استاد المكس في اسكندريه. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا، ويرجع بكره ان شاء الله معاه الـ3 نقاط. سعيده على حضراتكم.